بكرة تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية والعربية، هتروح فين؟ استاد هزاع في زايد في مدينة العين الإماراتية، يعني هنروح للإمارات استاد هزاع وحنتابع السوبر ولقاء السوبر بين الزمالك والأهلي. طبعا إحنا عارفين اللي هي فاكرين الأغنية بتاعت صباح أنت زملكاوي ولا أهلاوي، تخيلوا إنه الزمالك والأهلي شغلين المصريين من عقد من الزمان يعني، وكانوا يفكروا الروائيين والشعراء يعملوا حتى أغنية علشان يهدوا الجو ما بين الزمالك والأهلي، ولكن تفضل هذه المعشوقة بأهليها والزمالك والفرق التانية تعمل أجواء في الشارع المصري ما تقدرش تعرفها، لكن ده الحاجة اللي بتسعد المصريين بجد. فبكرة أتمنى أن الناس تكون مبسوطة وهم بيتابعوا الأهلي أو الزمالك أو الزمالك أو الأهلي. استاذ هزاع طبعا في الإمارات، وحنكون طبعا كلنا بنتابع هناك وقلوبنا بقى هناك. واضح أن الزمالك هيكون بيلعب باللون الأزرق، وده اللون اللي هيلعب بيه الزمالك. هنعرف مزيد من التفاصيل الناقد الرياضي من الامارات محمد مطاوع. مساء الخير يا فندم. مساء الخير استاذ شفقي، ومساء الخير على حضرتك وعلى كل المتابعين حضرتك. قول لنا ايه الاخبار؟ طمنا على الزمالك والاهلي وبيعملوا ايه وموجودين في المعسكر والاخبار ايه؟ تمام. هو يعني النهارده كان المران الرئيسي للزمالك والاهلي، والزمالك يعتبر هو صاحب الارض بحكم ان هو بطل الدوري والكاس، فكان مرانه هو الاول النهارده في تمام الساعه 6:30 بتوقيت الامارات، 4:30 بتوقيت القاهره، وبعديه بساعتين كان مران الرئيسي للاهلي. طبعا اليوم النهارده كان مزدحم على اخره استاذ شفقي، يعني بدايه من الصبح الاجتماع الفني بين الفريقين، واللي حضره كابتن سيد عبد الحفيظ من ناحيه الاهلي، وكابتن العميد احمد حسني المدير الاداري للزمالك ناحيه الزمالك، وتم الاتفاق ان الزمالك هيلبس الزي الازرق اللي هو الزي الثاني للفريق. طب حصل اعتراض استاذ محمد على انه من الاهلي، يعني على انه الزمالك هيلبس ازرق؟ خالص خالص خالص، هو الزمالك زي ما قلت لحضرتك صاحب الارض، وطالما انت ما فيش التشابه في الالوان في اي حاجه فما فيش مشكله، والاهلي هيلبس اللون الاحمر والشورت الابيض، وما كانش فيه اي مشاكل خالص، بل بالعكس كانت الروح طيبه جدا، وكل فريق تمنى التوفيق يعني الثاني انه يقدم مباراه كويسه، مش اكيد ما يكسبوش بس يقدم مباراه كويسه، وكانت الامور بصراحه طيبه جدا 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 يعني. وبعديها كانت المؤتمرات الصحفيه، المؤتمر الاول كان مستر فيريرا واحمد زيزو لاعب الزمالك، وبعدين مؤتمر مستر كولر و كابتن محمد الشناوي كابتن النادي الاهلي، وهي الاجواء كانت جميله، حتى كولر وبريرا اتقابلوا في الاستاد من جوه، يعني قابلوا بعض الترحاب، والاجواء هنا بصراحه جميله جدا جدا، الجانب الاماراتي هنا موفر كل سبل الراحه، كل الامور اللي تنجح السوبر. اكيد انا بتصور يعني انه هيكون في جمهور رائع. طب كلمني شويه، هل يعني بالضبط. هل هيكون في مفاجات في التشكيل سواء في الاهلي او الزمالك؟ يعني بصي، هو يا فندم هو المفاجآت اجباريه على الزمالك والاهلي في التشكيل بحكم الغيابات اللي موجوده في الفريقين. طبعًا. يعني الزمالك انت بتتكلمي عن واحد من اهم لاعبي الزمالك ومنتخب مصر محمود حمدي الونش المصاب، نتمنى له العوده سريعا باذن الله وشفاء. طبعا بتتكلمي على اللاعب السنغالي المنضم حديثا للزمالك واللي اسبق اداره ابراهيم انضاي واللي غاب هيغيب له برضه بشهرين، فدي عناصر فيها في امور قد تكون مفاجات في تشكيل الزمالك، خروج لعيب زي عمر جابر ما يلعبش بشكل اساسي بسبب انه ما سافرش مع الزمالك من يوم الثلاث بسبب صحيح. يعني بعض الاوراق التجنيد والكلام من ده، وده اخرته هو وعمرو السيسي فما سافروش. الناحيه الثانيه في الاهلي عندك لعيب مؤثر جدا جدا والافضل في الاهلي في الفتره الاخيره اللي هو المالي اليو ديانج، فانت بتتكلمي في عناصر هتضطر لكل مدرب ان يدفع بالاوراق البديله اللي تقدر تغطي. طب ايه الاوراق البديله؟ الاوراق البديله ايه بقى يعني، او التشكيل تشكيل الزمالك ايه يعني والاهلي ايه تقريبا؟ طيب تشكيل الزمالك هو طبعا لن يخرج عن محمد عواد في حراسه المرمى، الراجل بيلعب 5-3-2، فهيبقى عنده عمر جابر تمام. او سيد عبد الله نيمار، هيبقى جنبه حسام عبد المجيد، محمد عبد الغني، حمزه المسلوسي، احمد فتوح، نص الملعب محمد اشرف روقه، زكريا الوردي، امام عاشور، احمد زيزو، الجزيري. فدي البدايل اللي موجوده بالنسبه للزمالك. الناحيه الثانيه هيبقى الاهلي بقى ايه؟ الاهلي الشناوي، هيبقى في ايمن، في ايمن اشرف، محمود متولي، علي معلول، اكرم توفيق. نص الملعب هيبقى السوليه هيرجع على حساب اليو ديانج، هيبقى في حمدي فتحي، هيبقى في بقى المفاجات بالنسبه له، هل هتشوف بقى بجانب احمد عبد القادر هيبقى في مثلا لعيب زي حسين الشحات، شادي حسين، بيرسي تاو اللي رجع وبقى موجود، فدي ده التشكيله الاقرب بالنسبه للاهلي في ظل العناصر اللي موجوده. استاذ محمد، هو ايمن هيلعب مكان عبد المنعم؟
يعني محمد عبد المنعم هو في يعني حتى اللحظه دي حتى النهارده في التدريب كان باين تاثر شويه. محمد عبد المنعم عنده مشكله في الانف فيعني انا لما حطيته وحطيت ايمن على اساس ان شفت النهارده في التدريب النهارده الاهلي كمان كان فيه اهتمام يعني جامد بناحيه ايمن انه ممكن يكون موجود خاصه ان يبقى فيه خوف على محمد عبد المنعم او حتى لو لعب بالواقع ممكن او القناع اللي هيلبسه ممكن ياثر عليه فيكون ايمن اشرف جاهز. يعني عارف هو التشكيل اللي انت قلته لي سواء زمالك او اهلي فرصه برضو ان احنا هنشوف تشكيل مختلف، يعني هنشوف تشكيل مختلف. يعني توقعات ايه؟ هل بدا يبقى فيه توقعات بالنتائج؟ بص هقول لحضرتك حاجه، مباراه القمه دي بالذات ملهاش اي قول لي وانا مش هزعل لا لا والله يعني هنا كل جمهور على فكره هنا كل جمهور الزمالك هنا تقابليه واثق من الفوز رغم ايه حته التشاؤم من الملعب. جمهور الاهلي واثق من الفوز وعنده تفاؤل بالملعب، يعني فاهم حضرتك الناقدين أيوة في لكن كل جمهور عنده ثقه في فرقته. جمهور الزمالك مستمد ثقته الاكبر غير من اللعيبه في وجود خبير زي فيريرا بيدرب الزمالك، عندهم ثقه لما يعني انا النهارده حتى الكلام مع ناس من اللي غير فيريرا موجود هيقدر يوجد البدايل زي ما طلع لنا حسام عبد المجيد ونيمار وغيره، يقدر يخلق ونش جديد ويقدر يخلق عناصر جديده. طب كلمني على الجمهور، يعني انا متاكده طبعا الجاليه المصريه والجمهور المصري موجود، ولكن هل في برضه شغف لانه في جاليات عربية؟ على فكرة هتلاقي جاليات كتير تقول لك أنا زملكاوي لا أنا أهلاوي. كلمني عن الجاليات العربية اللي هتحضر. من كلام حضرتك قلتي الموضوع شاغل المصريين، لا هو شاغل المصريين والإماراتيين طبعاً. والمصريين اللي عايشين في قطر وعايشين في الكويت. النهاردة كان في ترحال زملكاوي، ترحال بمعنى جروب جاي للزمالك، مجموعة كبيرة من الزملكاوية اللي موجودين في قطر وكانوا موجودين في كأس السوبر للسير عشان يشجعوا الزمالك. في ناس أهلاوية حتى لما رحنا قدام الفندق لعيب، يعني مجرد الناس راحة تتصور مع الاوتوبيس بتاع الفريق اللي ما فيهوش حد. أيوة. يعني مجرد حاجه ده اوتوبيس الزمالك او ده اوتوبيس الاهلي. طب كلمني على العناوين الرياضيه في الصحافه الاماراتيه بتقول ايه على المباراه؟ يعني هو العناوين الابرز ان السوبر يا فندم جاي في اطار احتفاليه 50 سنه من العلاقات المصريه الاماراتيه، ويمكن النهارده كمان كان في ثلاث ندوات اتعملت عن طريق الجانب الاماراتي اللي هي 50 سنه علاقات مصريه اماراتيه طبعًا. وكان في ندوه عن نبذ التعصب وندوه عن الاستثمار الرياضي. لكن خلينا اكلمك على حته العلاقات المصريه الاماراتيه تحديدا يا استاذ شفقي، اللي الموضوع كان خد وقت كتير من الكلام، ويعني انا يعني مش عايز اقول مجرد كلام عشان احنا بنتكلم في التلفزيون، ولكن الناس دي محبه للمصريين بطريقه طبعًا. يعني الواحد ما شافهاش بالشكل ده كمان كده. محبين ليهم بالظبط والله يا فندم. يعني انت هنا تمشي اذا مثلا زمالك اهلي غيره انت مصري وجاي الماتش تلاقي كل التسهيلات، والله كل التسهيلات بمعنى طبعا. خد بالك اصل انت يعني كمان الاهلي والزمالك عندهم شعبيه في الوطن العربي كله، فالناس الحقيقه بتبقى بالزبط. مشتاقه ان هي تحضر، وانا ببقى سعيده لما تقابل حد عربي يقول لك لا انا زملكاوي لا انا اهلاوي، فدي حاجه روح لطيفه. نتمنى التوفيق يا رب للمباراه تخرج بشكل حلو، وان شاء الله النتائج تبقى حلوه لكل فريق، الزملكاوي يتبسط والاهلاوي يتبسط ان شاء الله، وربنا يسهل على الجميع. بشكرك جدا الناقد الرياضي محمد مطوع من الامارات، تعود بالف سلامه، ويعود الفريقين الزمالك والاهلي الاثنين ان شاء الله هم موجودين في بلدهم، واحنا بنحيي طبعا دوله الامارات بمرور 50 سنه على العلاقات، وحقيقي الزمالك والاهلي موجودين في وطن تاني، وده شيء جميل جدا، واعتقد هي حتى روح حلوه وجودهم هناك.